الثاني عشر من ديسمبر. في الثاني عشر من ديسمبر من العام 627، وقعت معركة نينوى بين الروم والفرس، وكانت نتيجتها انتصار الروم البيزنطيين بقيادة الإمبراطور هرقل على الفرس الساسانيين بقيادة القائد راهزاد. في الثاني عشر من ديسمبر من العام 1976، أنشئت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمبادرة من سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، لتقديم العون للقائمين على التنمية الفكرية ودعم الباحثين بمنح دراسة وبرامج تدريبية، وكذلك الدارسون والباحثون والمؤلفون في مختلف المجالات العلمية. في مثل هذا اليوم من العام 2009، حطم السباح الكويتي عبد الله ثويني رقم العالم للمدارس لمسابقة 100 متر ظهر بزمن قدره 55 ثانية و82 جزءاً من الثانية، وذلك في بطولة العالم للمدارس التي أقيمت في دولة قطر.